في الوقت اللي أعلنت فيه الحكومة عن قانون جديد لإعفاء المصريين بالخارج من الجمارك والضرائب بنسبة 100% على السيارات المستوردة من الخارج مقابل وديعة لمدة 5 سنين بالعملة الأجنبية، إلا أن القانون ده مش هيكون الأخير. السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء كشف عن مبادرة جديدة لتوفير الوحدات السكنية للمصريين بالخارج في أرقى المناطق، واللي هتكون بأسعار تنافسية غير متوفرة في سوق العقارات المصرية. بس يا ترى الدفع هيكون ازاي وايه حكاية التقسيط في الشقق؟ تفاصيل كتيرة نكشفها في الفيديو ده. مع إعلان قانون إعفاء المصريين بالخارج من دفع الرسوم والجمارك والضرائب بنسبة 100% على السيارات المستوردة من الخارج بشرط أنها تكون للاستعمال الشخصي، واللي قالت فيه الحكومة أنه مش هيكون الأخير في المبادرات اللي هتعملها للمصريين بالخارج، واللي لسه في مبادرات تانية كتير. المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء كشف عن مبادرة جديدة للمصريين بالخارج، وقال إن الحكومة المصرية بتدرس طرح وحدات سكنية مميزة بأسعار تنافسية للمصريين العاملين بالخارج. المتحدث باسم الحكومة قال إن الوحدات اللي هيتم طرحها هتكون في أرقى المناطق واللي مش متوفرة بكثرة في الوقت الحالي. مش بس كده، لكن الحكومة هتطرحها بأسعار تنافسية أقل من المعروض في السوق أو حتى في الإعلانات المختلفة اللي بتعلن عنها وزارة الإسكان. كمان المتحدث باسم الحكومة أكد أن المبادرات دي هيكون الدفع فيها بالعملة الأجنبية، وفي الأغلب هيكون بالدولار. مش بس كده، لكنها هتكون بأسعار أرخص من أي مكان ممكن يلاقيه المصريين بالخارج وهم عايزين يشتروا شقق في مصر. طيب الدفع هيكون ازاي؟ متحدث الحكومة قال في مداخلة تلفزيونية ان الوحدات اللي هتعلن عنها الحكومة للمصريين بالخارج تمتلكها هيئة المجتمعات العمرانية، وتكون بأسعار تنافسية غير معروض زيها في سوق العقارات. مش بس كده، قال كمان ان الاعلان عن اسعار الوحدات هيكون بالجنيه المصري في البداية، لكن السداد بعد كده هيكون بالعملة الأجنبية، لأن المبادرة بهدف أن المصريين بالخارج يستفيدوا بيها، لكن في نفس الوقت هي بتستهدف برضو تعظيم إيرادات مصر من العملة الصعبة خلال الفترة اللي جاية، وبالتالي الأهم أن الدفع هيكون بالعملة الأجنبية. متحدث الحكومة المحلية قال كمان أن الدفع هيكون بطريقة سهلة وهم في أماكنهم في أي بلد في الخارج، لأن وزارة الإسكان هتوفر حسابات دولارية بالبنوك، هيقدر أي مصري في أي بلد في الخارج أنه يدفع بكل سهولة. مش بس كده، لكن كمان هتكون متوفرة وحدات بالتقسيط، وده هيوفر للمصريين بالخارج انهم يدفعوا بنظام موفر لهم، وفي نفس الوقت يوفر برضو عملة صعبة للبلد. المستشار نادر سعد اكد ان المبادرة دي مش هتكون الاخيرة، لان الحكومة بتعكف في الوقت الحالي على مقترحات اخرى غير تقليدية، الهدف منها تحسين الايرادات الدولارية عشان تواجه ازمة نقص العملة الصعبة في السوق المصري خلال الفترة الحالية.